الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذر خبراء اقتصاديون من انتحار اقتصادي قد يشهده العراق في حال تكرار الموازنة المالية لعام 2023 في العام المقبل. وقال الخبراء إن العجز في الموازنة سيكون أكبر من 80 تريليون دينار، وسيمول كله من الاقتراض الداخلي والخارجي، ولا أحد يرغب في أن ينتحر العراق اقتصاديا. وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليون و828 مليار دينار، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، بينما لم يتم نشر بنود موازنة عامي 2023 و2024. كشفت مصادر محلية عن تفاقم أزمة توزيع حصة الطحين على مواطني كردستان العراق بسبب افتقار سايلوهات كردستان العراق إلى القمح. وقالت مصادر في كردستان العراق إن الحكومة في بغداد طلبت من سايلوهات أربيل والسليمانية نقل القمح من كركوك وطوس خرماتو لتأمين الطحين للحصة التموينية، وعلى أصحاب المطاحن التكفل بنقل القمح، ما أدى إلى تلكؤ في عمليات التوزيع. من جهتها قالت مديرة تصنيع الحبوب في سليمانية نسرين محمد إن حكومة بغداد أخلت سايلو السليمانية من القمح، وظهرت أزمة توزيع حصص الدقيق على المواطنين. تقلصت مساحة زراعة رز العنبر من 300 ألف دونم زراعي إلى 3000 فقط للموسم الحالي في نكسة لأهم محاصيل العراق الزراعية. وحذر مختصون في مجال الزراعة من استمرار تقليص المساحات المزروعة لرز العنبر العراقي، والذي يعد الأفضل من بين الأنواع في العالم، واتخاذ ذريعة شحة المياه سبباً للقضاء على أحد أفضل أنواع الرز على مستوى العالم الذي اشتهر العراق بزراعته وتصديره منذ قرون. وأشاروا إلى أن التخبط الحكومي وسياساته الزراعية غير المدروسة وغياب الخطط طويلة الأمد، فضلاً عن غياب الدوافع الوطنية تجاه الزراعة المحلية، جعلت هذا النوع من الرز المتميز بنكهته على وشك الانقراض. بلغت صادرات تركيا للدول المطلة على الخليج العربي 1,691,000,000 دولار في شهر أيار الماضي، منها أكثر من 800,000,000 دولار إلى العراق. وأوضح مجلس المصدرين الأتراك أن صادرات تركيا لدول الخليج سجلت زيادة بنسبة 29% في شهر أيار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مضيفة أن العراق جاء في مقدمة المستوردين، تليه الإمارات، ثم السعودية، ثم إيران، ثم قطر، فالكويت والبحرين، وأخيرا عمان. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن العقوبات الأمريكية تحفز الدول على البحث عن أدوات تسوية بديلة للدولار. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن بكين تحث أمريكا على تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة والعمل مع الاقتصادات الأخرى لتعزيز تنسيق الاقتصاد الكلي والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار الاقتصادي والمالي الدولي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي. وأشار معهد التمويل الدولي وهو مجموعة تجارية الخدمات المالية في تقرير له إلى أن الديون في جميع أنحاء العالم ارتفعت في الربع الأول إلى نحو 305 تريليونات دولار، في حين أن أمريكا لديها أكبر ديون وطنية تصل إلى 31 تريليون و400 مليار دولار. قبل الختام، تذكير بأسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، السلام عليكم.